قدمت الاعترافات كدليل ضد القادة والنشطاء ليس وحدها، بل تم استخدام ما أعده المعذبون من محاضر تحريات وتحقيق كدليل ضد القادة والنشطاء. ندعو مجدداً لوقف العبث الحاصل والمتمثل في محاولة شرعنة المحاكمات العسكرية الباطلة، إذ الأولى أن توقف وتلغى أحكامها، وكل ما هو دون ذلك ليس سوى دجل حتى وإن صدر الحكم بالبراءة.